أردوغان يطالب بوتين بوقف دعم قوات النظام السوري. تركيا تحيد 56 شخصاً من قوات النظام السوري بعد استهداف مواقع عسكرية في حما. إيران تعلن وفاة 9 أشخاص بفيروس كورونا وتسجيل 295 حالة خلال 24 ساعة الماضية. نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس، أهلا بكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين السماح للقوات التركية بمواجهة قوات النظام السوري، وتوعد الرئيس التركي النظام السوري بدفع الثمن لمقتل جنود أتراك في سوريا، واتهم أردوغان أوروبا بعدم تنفيذ وعودها بشأن الهجرة، معلنا فتح تركيا الأبواب أمام المهاجرين إلى الجانب الأوروبي. أفادت وسائل إعلام تركيا نقلاً عن وزارة الدفاع التركية بأنه تم تحييد 56 شخصاً من قوات النظام السوري بعد استهداف مواقع عدة أهمها معسكر جورين بريف حماة ومنشأة حرب كيماوية في مدينة حلب. يأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل 33 جندياً تركياً إثر ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات التركية. أعلنت إيران وفاة 9 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا وتسجيل إصابة نحو 300 حالة خلال الساعات 24 الماضية، وكان وزير الصحة الإيراني قد أعلن إغلاق المدارس في جميع المدن الإيرانية حتى الثلاثاء المقبل لمواجهة تفشي الفيروس في إيران. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الصين تسجل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا. أهلا بكم من جديد. سجلت الصين 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل زيادة 100 حالة عن اليوم السابق، ليقترب بذلك عدد الإصابات من 80,000، وسجلت الصين 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في حين وصل عدد الحالات التي شفيت من الفيروس في الصين 39,000 حالة. وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية اتفاق سلام في الدوحة. التوقيع حضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزير الدفاع مارك إسبر، وقبيل التوقيع صدر بيان عن الطرفين أعلنت فيه واشنطن خفض قواتها إلى 8600 جندي خلال نحو 130 يوماً. في الختام تذكير بأهم العناوين. أردوغان يطالب بوتين بوقف دعم قوات النظام السوري. تركيا تحيد 56 شخصا من قوات النظام السوري بعد استهداف مواقع عسكرية في حما. إيران تعلن وفاة 9 أشخاص بفيروس كورونا وتسجيل 295 حالة خلال 24 ساعة الماضية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.